السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع دان هر أصيد إحقاله وهان عد سنة يا هر نعير إن أن كهر مرصدا أنو أركي فرصة إن أن كدك توه صوب تو أهم وحاجر ور حالي شالي أنت لقاش يا جاي وباهي يور كلو لغول لماني أنو أركي إن رأيي إن أن كدك تور كاسو حوها مال أيا لسوق لي مدحوينها دكتور حسن شيخ محمود وإنو كتوبت كينا ديلكي توبانكي علماء إسلام مركزنا وإنو رالي قلين كبحيا موضوعي شرين وحالاقيا بإن السكر اللو فهمي إسلام مركزنا قفكي قرال كاسي كلي نشاق أنا قرال ما حين كلي هذلوها ماشي سوق لي مركو وحان كجد جوابي يضو كوبان أن الرئيس الصومالي ليست عليه التوبة دكتور حسن شيخ محمود واجبكما إن كتبت كانوا دنبي أوسنقلين ولا تزر وازرة وزرة أخرى وحاكروا جرته سأولا سعطان إلهي سبحانه وتعالى قرآن كحكوليها إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا مجرمين مدحوينه يريز الوزاره يعيدن كي دول دورن دبيليال يا حيان ومدحوينها وقت جاس جوجي وايا ما أهان سيددت كخاركود وفسرتان مدحوينا حد جوجي شقكم لهن فعل كيف الدبيات كي نعي شقكم لهن أنت سنان وحربي إن أن أن بياميو مدة كار وحربا مركي أن سو بحي ويلي رو أن دلي وحيري أبا صومالي وصعتوا it's very dangerous place لغة الإنجليش كوكوها الله سأقول صعتان المهنة وحدها وصعداء مركاسو وحدها وحامق لي you going to jihad مركاس أن ده yes jihad وصعداء مركاس وحيري you will die مركاس أن ده yes you won't come back مسلم الله من دونت وحدها الدعاء أخرستي أخرسنا يا هدى الدعاء ده خرحة مو بحي مركز خرحة كعب سن ميقول عدوان عنده إن شاء الله دعاء سن الشيخ عن كما قلي أو ده هاي عليه ما ركت نكاسي إلهي سبحانه وتعالى هكار ما ركت كرال لنقضه وحيري وحد أخي ستا مركي ما لها نوع عسوك لأجوك إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك وانصرني ولا تنصر علي وأعني ولا تعن علي واهدني ويسر لي الهدي إلي دعاء سنكون دعيسنا إن شاء الله لما أنتين وبدبادنا وحان ربانية الجهاد إن أن لني مادنا جهاد أنكو جرنا تسر وينا حسوسي نمن كان لها الشبهات كدان هر أسيد حقال وقتنا أنتين من كنا معنا يا شيخ محمد آدن إن شاء الله نمن كان سدح موضوعي أذيك سدان مركي لها يان متكمد أخ هرتي وكل هاي وفكر كاسي خوارج تأمين سن سدح أذيك سدان كبرنا أذيك سدان سدح كبرنا لكن سدح سواق عضنا وقت قدر تيس كل واحد لحان دستور ك أو سوماليا ودستور قالت كل مشي كبلابان سدرات هذا واجب ما دام الدستور قالت ويا هاي وحماشة كنا يحكم الإسلام كم حكمان حسواق عضنا يعني آية القرآن كم لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أعيد سوى تفسير أن أقنى حتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه تفسير عجيب أنه كفر صريح حتى أنه يهدوجر حاكم آمن سن حكم الإسلام كأنه واجب يحي لكن أن حكم وحوده هي كفر دون كفر كل شيء قد قيب وكشيء هذا وقالي ما هنا كفر الدين تلقى قبع حي ويواجب يسي إن لديله أما أريده بمقل حتى مسألة هذا مسألة سهلة معها سيدة عدرات يدو حي آمسيهن كو دستور كأنه دستور إسلامي أحين أنا مركب وحان ما دام رجل شريعة والقانون أنا حي وحان أخريه إلا لواتن دستور كدوات مركب دراسينا دستور كسومالي ذا ذاتكي كتلب بحيان كم إذا ها دستور كمرنا ما يسترنا وقنا هاي لكن وحان ربع علوم هذا خلق عنا أو معلمين تيدي كجيران شيوخ تيدي كجيران إن يقو وافق دونا دستور كان إنه يا دستور إسلامي بل أنا واحد قاري دساتير أو وضمد المسلمين تعداد أخلصان وكفي عن يسوق قبيعة
afar dariil kariya u soo qaadanaya nimanka dhalinyarada qaar kood dhageysanaya hadda oo aan hubo inay dhageysanayaan aan rajaynaya inay ka soo tagaan ay ka soo cararaan khawaarijta ee dib ugu soo laabtaan shacabkooda iyagoo rumaysan oo aaminayo dastuurka inuu dastuur islaami ah kow waxaa ku qoran afar qodob ayaa jira oo dasaatiirta muslimiinta aanan ku qorneyn xitaa kuwa ugu fiican oo dastuurka sacuudiga ku jiro aan ku qorneyn kow waxaa ku qoran sharcada islaamka inuu yahay masdar asaasi ah oo sharcada islaamka waxaan ula jeedaa qawaaniinta waddanka oo dhan laba waxaa ku qoran in wixii ka soo horjeeda sharcada islaamka oo qawaaniin ah oo waddanka la keeno nol inay yihiin macnaheeda wax kama jiraan inay yihiin qodob kale waxaa jirta saddexaad oo dastuurkeena ku qoran wadamada muslimiinta dasaatiirtooda kama helayso waa qodob cajiib badan qodobkaasna madaxweynaha sheegay shalay qodobkaas wuxuu leeyahay diin aan ahayn diinta islaamka laguma faafin karo wadanka soomaaliya dastuur ahaan waaye wadamada kale dastuur ahaan uguma qorna boolasi ahaanay u samaysteen oo la hoyskeenayo shareecada qodobka kale waxaa ku taalo maqaasidda shareecada in la waafajinayo wax alle wixii xeerar ah oo wadanka uu leeyahay ama uu samaysan doono hadday ka hor yimaadaana qodobka kale ayaa la raacayaa ko horta taas way aaminsan yihiin waa been marka waxay aamineen sababtaa dastuurkeenna markaan intaas aan soo taxo waa dastuur islaami ah marka warkay aaminsan yihiin sax ma ahan inay jihaad ku qaadaanna ma ahan dowladda iyo shacabkeeda laba waxay aaminsan yihiin xukuumaddan inay tahay xukuumad cilmaani ah oo macnaheeda ay tahay xukuumadda madaxweynaha prime ministerka inay wada aaminsan yihiin fasluddiin can isiyaasa warkaasna run ma ahan dhegaheenna waa ku maqalnay shalay madaxweynaha wuxuu sheegayay oo ahayd in waddankan uu yahay waddan shareecada islaamka lagu dhaqayo boqolkiiba boqol heerka dhaqitaanka ama fulintiisa waa wax dood la gelin karo laakiin maadaama aan nahay dowlad horumar samaynayso oo step by step iyo tadaruj iyo intaasoo dhan loo baahan yahay waqti ay qaadan doonto culimmaday u taalaa sheekh axmed cabdisamed siduu dhahay hadaayatu oo kale say active u noqdaan ay ula falgalaan dowladda oo markaasi howshaanay u dhaqan gasho qodobka ugu dambeeyo waxay aaminsan yihiin in lala jihaado dowladdan iyo dadkeeda sababtoo gaalay keensteen su-aal imaanaysaa jirto marka iyaga ku wajahan oo ah yaa sabab u ah gaalada inay dhulkan timaado iyagoo hubaysan iyadoo aan ognahay qaar ka mid ah muslimiintii degdegtay ama ha ka ahaato cilmi yari iyo waxay doontaba iyadoo markay isbideen in maaragtay awood islaamiga ay timid inay ku dhawaaqeen in dowladaha dariska xitaa ay wada qabsanayaan marka yaa invite gareeyey oo keenay in ay yimaadaan quwado shisheeye oo hubaysan intaas iyadoo kooban waa inta ay ku doodayaan waxaa maaragtay loo deliishan karaa in dowladdan lala jihaado iyo dadkeeda ugu dambeyntii waxaan rabaa in oo aan ku soo ganaaldo haddii aan rabno maadaama hadda dadka aan waxbarayno in saddexay iskaashadaan in lama huraan ay tahay culummada waxay ku celceliyeen labo ana waxaan aaminsanahay saddex hadday iskaashadaan dadka in wax la bari karo wax la fahamsiin karo la wada gaari karo cuquushooda saddexdaas waxa waaye dowladdii oo culummada ay la socoto anagoo markaas ka amqaadayna aayadda ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llah wa atiicu rasuul wa uli amri minkum waa garanaysaan culumaatihiin waxaa lagu fasiray dowladdii iyo culummadii oo wada socota culummadiina dadkay baraysaa yucallimuuna annaasa ashariica dowladdiina yunafiduuna ashariica waa labadii door waay dowladdii shareecaday dhaqangelinaysaa waa waajib ka saaran culummadiina shareecaday baraysaa marka dowladdii culummadii hal qeybaa jirto marka aan lagu celcelin waa dadkan lagu wareegsan waa wariyaasha waa miidiyaha saddexdaas hadday wada shaqayso al-shabaab alkhawaarij aan dhehe waa la afjari karaa waxaan ku soo gabagabeynaya walaalkeyga aan daqiiqad aan ka xoogaya waxaan ka hilmaamay wuxuu dhahay wiilkeyga yar dadka aad la dagaalamaysaan muslimiin ma aha miyaa markaasaan waxaan dhahay they are sg markaasuu dhahay maxaa waaye aaba sg waxaan dhahay waa somali gangs somali gangs mataqaanin haddii la fasiro gangs waxa waaye maraykanka markuu way yaqaanay isaguu fahmayaa gangsku waxa waaye kuwa wax dhaca
وحدلة نحريس عن لحين سيدي مدحوينة نكي نولها أوكرة أو مساكين كه جعل لقبته أي توكتين سوما وجانجس واي مركا مجا على سينا يو الشباب حتى مجا قرحون واي لما سين كركو شيخي شلي علوم هذا قاركو ذا شاب رحمين وهم ملاينا ودهيس ودها يي حتى خوارج معهن سيفوين أو ووين دافن مركو جانجس أنا وحديه لها مركا مدحوينة حسن شيخ نو شيخ وحنا مجا عن الخوارج هلا شرعية يو أوفيشال هنقضوا لكن وحديه لها خوارج أو جانج أهل غدره والله أعلم.